هركب قطار، هذا القطار السعودي طبعاً، ما شاء الله. راح أركب إلى المدينة المنورة. تعال نركب ونشوف القطار كيف نتداخل. بس أول ما تصعد يقدمون لك القهوة مع الثاني. على فكرة أنا ما أخذ بالبزنس كلاس 316 ريال، أما لو تأخذ بالإيكونومي يمكن أرخص عليك بعد. بس حبيت إنه سفر ساعتين تقريبا، حبيت إني أخذ راحتي في اليوم. تشوفون السرعة بهذا القطار كم؟ 299 300 299. اليوم قدموا لنا وجبة حاليا، قطار الحرمين السريع، شوفوا المسؤول داخلها. شاي باتش. We'll be right back.